الصلاه والسلام على رسول الله. ايث مثلا سلام ربي فلاون اول كان وزيلا قبل الخطبتين يتزور عند ربي يا رحمه ربي وقد يموت مره ديفك ربي شفاي موضان نشفى ربي ان شاء الله في كل مكان وين ان شاء الله يهنا ربي استزمرتيس ان شاء الله تزمرتي ذوما فلاون فلانا مره ولكن فقط دينيغ شيران تفرات انت مشطاح تفرات تمزواروث ربي ذي القران يناد ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون سوره البقره ذي الايه 155 156 باش غادي يا ربي سبحانه كون جربه اي جربه باش غير جرب سويني كفغا ماشي سويني نفغا لانت القواعد مهمه القاعده ثم زواروث اغي جرب ربي سويني كفغا ماشي سويني نفغا اغي جرب ربي اكني كفغا ماشي اكني نفغا أغي جرف من مي كفغا ماشي من مين فغا وما ويسين أنا ديا سواس ذي أنا عشت مع عشت مثا ليلة محمد رسول الله ضطان جند من جنود الله وما يعلم جنود ربك إلا هو يعني دوني ثوك الزلزل أما ذي الثامسة ذي الاقتصاد أما ذي الاجتماع ذي كل مجالات الحياة المي الطبه في الدنيا ثمرة رفضني فاسنسن لا اله الا الله محمد رسول الله الا ربيك زمرن هذه يفدل الحاله ذي نسيدير غير الحاله يقرزن ان شاء الله تعيش الشده وربي ذي القرن يناد سوره ياسين الايه 82 انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون الرساله في السناث ايه ثماثن تجديث إلى قد السنف كزال أتعديد غرفال ذي الميزان نت شرعيث أين وفقا ثا شرعيث يتسكد فوذ إثو ذرث النغ إدوني ثنغ وذيني قلهان من حرزيث أنفك القدر إثو ذرث النغ ونرث جميلت الجذوذ ربي ذي القرآن يناد سورة الحشر الآية العاشرة يناد ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان خطر ثقي هويتنا هويتنا ورين كريون لاصليس وثا شرعيث سلوك لغياك ربنا دي سورة الحجرات الآية 13 وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم تعارف بين البشر بين الحضارات رسالة أيضا لا يجوز اختزال حضارتنا في مجال محدد حضارة واسعة حضارة توسع مليح الله يبارك تسعى البعد الـ 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 الإيماني يلا لا إله محمد رسول الله الحمد لله فلاحا تذكيرا دائما اسمنا ربي في إلا أكنا ماشي هكا مرة انت فانتا طفنا المجر كشم الخلا باش هذا المجر أصلين في النبي صلى الله عليه وسلم ذي الجماعة مرة مليلا أصلين في النبي صلى الله عليه وسلم أين لان كل مناسبة الحمد لله تجدد شرعي ثكني الدكولنت البعد الإيماني البعد التربوي يعني عنا نصرفقا يعني عنا الحذاقة يعني عنا الفهامة البعد التشريعي القانوني أنا فطاس تمثال ديث ناصليف سعى انتظار أرض شرعي يعني البعد الفلاحي يعني عنا نثفلاح البعد الاقتصادي أين يعني أنثى ذمسة كل شيء إذن هذه حضارتنا لا يجوز أن تختزل
في مجال محدد. رسالة قالوث إن شاء الله دعوة الخير إموظنتني شفوربي وقد يموتنا في الأسنية فوربي يكون زدغن تدار ثقي في زنسة شرفة أكون يحفظ ربي إن شاء الله أكون يفكر ربي السر ذلي سر أكون يفكر ربي ثلاثة السر إن شاء الله أنت فغام يقضى أين تقذ ميخضى آمين والحمد لله رب العالمين.